Bienvenidos. مزيون بزاف، حنا وجدنا ناس يمشي يكون مزيون. واش كنتي كتوقعنا يكون الاحتفال بحال هذا؟ لا صراحة، بس كان اكسيلون صراحة، واعر مزيون. شوف صراحة من أحسن الافتتاحيات اللي كازو في تاريخ كأس العالم الأندية، كنهضروا على كأس العالم الأندية، كان عندنا الشرف أننا يكون الافتتاح هنايا في طنجة، صراحة حمروا الوجه، افتتاح كان عتى تاريخ البلاد، خصوصا الدخلة الأولى ديال إم بطوطة. الفولكلور المغربي عندك الصحيه دائما فولكلور المغربي بحال التراث المغربي الموسيقى المغربيه الجماليه القناويه المهم كان افتتاح كامل متكامل وكمل وليد الركراكي بسير عملوا النيه لا هادشي راه يعني داكشي في مستوى لا ما كنتش متوقع هاد المستوى ولكن يعني هادشي هذا كان في مستوى يعني كيفاش جاك الجمهور الغافي اللي اثر لا الجمهور رائع وداكشي مزيان يعني يليق بهذا الحفل هذا الحمد لله المغرب قادر انه ينظم منافسات بحال هكا ان شاء الله يقدر يعني قادر ملي عمل هادشي هذاك يقدر يعمل اكثر من هكذا وهذه غير البدايه يعني يقدروا نعملوا اكثر ان شاء الله بحول الله لا مزيان الافتتاح تبارك الله هو هذا كان داكشي في مستوى تبارك الله لا المغاربه فيما مشاو مرونين ضروري هذه حاجه عاديه وتبارك الله عليهم وصافي لا التنظيم صراحه رائع والحفل الافتتاح كان جميل مش متوقع يعني ألف مبروك بصراحة يعني تنظيم زي الفل والله يودي هادشي كيشرف شرف لا ممتاز ممتاز لك الجمهور اليوم اللي جا غطى الجمهور مؤدب ومنظم ومن كل شيء متيسر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.